السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال بيقول: لماذا نتزوج؟ اسأل أي شاب أو أي فتاة السؤال ده. السؤال ممكن يكون شكله سهل بس الإجابة عليها تكون صعبة، لأن في ناس كتير بتكون إجابتها كالعادة يعني نمطية. تتجوز ليه؟ في ناس تقول لك والله أنا عشان كبرت بقى لازم أتجوز، خلاص بقى سني 25 30 سنة فكده خلاص لازم أتجوز. طيب بتتجوز ليه؟ في ناس تقول لك عشان أكمل نص ديني، يعني هو دينه ناقص يعني. لكن السؤال ده أجاب عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: والله إني لأكره نفسي على الجماع، عسى الله أن يخرج من صلبي نسمة توحده. يبقى الهدف من الزواج أو النسل إنك بتنشئ أسرة مسلمة موحدة تنفع المجتمع وتنفع نفسها طبعا في الأول وتنفع الناس، ده هو الهدف من الزواج. وقال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني اللي يقدر على الزواج يتجوز، القدرة من حيث المال والصحة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه وجاء، يعني وقاية. فمن خلال الأحاديث ومن خلال الآيات، وقال الله عز وجل أيضا: وخلقناكم أزواجا. إن لازم كل إنسان يكون عنده هدف في الحياة من حيث الزواج، مش بنتجوز وخلاص. يكون عندك هدف سواء شاب أو فتاة إن أنت بتكون أسرة مسلمة، يطلع عندك نشء صالح ينفع المجتمع وينفع نفسه وتنفع الإسلام والمسلمين من بعد. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.